أيها المعتقلون السياسيون الأبطال، يا من جعلتم أنفسكم قربانا في سبيل قضيتكم، يا من كنتم خير مدافع منافح عن القضية، يا من أفحمتم الغزاة ولقنتموهم الدروس تلو الدروس بالأمس داخل مراكز الاستنطاق، واليوم حولتم المحكمة إلى منبر لمحاكمة الاحتلال. لقد أثلجتم صدور الجماهير في كل أماكن تواجدها، وأنتم ترافعون عن شعبنا الصامد المرابط المكافح. كيف كنتم مسودا وأنتم تدحضون مزاعمهم وتكشفون تزويرهم وتلقنونهم دروسا في الشرعة والقانون؟ رفعتم بالمنطق والحجة، وهم بالوهم كالظمآن يحسب السراب ماء. أيها المعتقلون السياسيون الأبطال، إن القمع وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال لن يثني الجماهير التي هبت لنصرتكم عن مواصلة نضالها الذي سرتم في طريقه. إن المدن المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، كما هي مخيمات العزة والكرامة والجاليات، تهتز بزئيركم، تفرح لفرحكم وتغضب لغضبكم. أيها المعتقلون السياسيون الأبطال، إن الاحتلال يعرف معنى الغضب الصحراوي، يعيه جيدا، والجماهير الصحراوية دائما في الموعد، وموعدها اليوم وغدا معكم.